مرحبا، شلونكم؟ يا رب تكونون بألف خير. اليوم راح نسوي وصفة دجاج خرافية. إذا ما مشتركين اشتركوا هسا بالقناة، دوسونا على اللايك وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد، وشوفوا ويانا الفيديو. راح أسوي اليوم دجاجة مشوية على طريقتي. عندي دجاجة كاملة قطعتها نصين، و صدر الدجاج مثل ما تشوفون منه سويت له فتحة أو قصيته بالأحرى. شوفوا، أشوفكم إيش راح أسوي بيها بالبداية. طبعا راح تقولوا لها ليش حاطة هاي النايلونة، أنا راح أقول لكم ليش حاطتها. بالبداية إيش راح أسوي؟ راح أجيب هذه اللي يدقون بها اللحم، وراح أدق بها نص الدجاجة. فأنتم إذا ضاجين من ناحية عندكم فاقة عصبية لزموا الدجاجة وشبعوها دق. كسروها تكسر، دموها دمار، شكو عندكم طاقة سلبية طبعوها وندورها لنا هما نشبعها دك. تشوفون صار بها، دمروها دمار يعني. طبعا بعدين راح احط لها صلصه، فهاي المناطق يعني اللي دمرتها كلها راح تشبع من الصلصه. شوفون شلون صارت. هيك هالشكل اريدها. راح اسوي الجزء الثاني وارجع لكم. هذا الجزء الثاني هما شبعنا دق الحمد لله، شوي ارتاحنا طلعنا الطاقة السلبية. هسه شو راح اسوي؟ راح املحن واخليه في السيليفون وعلى الفرن النار من فوق ومن جوا. هسه راح نحط لها الملح، طبعا نقلبهن ونخليه في الملح. هسه راح اغلفها اهم شيء نغلفها زين. حاول نسدها. راح ندخلها على الفرن. هسه نسوي الصلصة. عندي خاشوقة من دبس الفليفلة، هذا حار. عندي حامض الليمون، دبس رمان، زيت الزيتون،
عندي تتبيلة بهارات الدجاج، راح اخلي من عندها خاشوقة. هسه نخبطها. نحاول نمزج المكونات كل زين. من اشوف الدجاجة نشفت، يعني نشف المي مالتها وبدت يعني راح تستوي، اخلي الصلصة. شوفوها شلون حلوة. هسه نبدأ نخلي الصلصة، نكون نغطي الدجاجة كلها. حتى لو طاح يعني بالقالب فعادي، حتى من جوا هم ما تتشرب. انا بهاي المرحله راح انصي النار اللي فوق حتى شنو لا تحترق الصلصه، فعند ما تستوي هي من جوا وعلى راحتها تتحمر من فوق. ارجع ادخلها الفرن. طبعا السليفون يعني ماكوش تقريبا ربع ساعة وخرته. شوفوا شكلها شلون حلو. ادخلها الفرن. هسه راح نسوي جاجيك اللي هو خيار وروبة. انا اضيف وياه نعناع واضيف وياه عصرة ليمون. طبعا بالعادة انا ابرشه، بس هسه راح افرم فرم. راح اكمل وارجع لكم. اخذت عصير نص ليمونه راح اخليه على الخيار. هذا نعناع مجمد. طبعا انا اجمد اوراق يعني كاملة بدون ثرم، وبعدين منه طلعة بس يعني امرده شوفونه يتكسر. وهذا ملح. بس شو اسوي؟ اخلطهم، واخر شي اضيف الروبة. هسه نضيف الروبة. هيجي جهز عندنا جاجيك. هاي صارت عندنا جاهزة الدجاجة. راح اطلعها من القالب. اعذرونا على شكل المغسلة. طلعها من القالب ونخليها واشوفكم الشكل.
والحركة الأخيرة شو نسوي؟ نجيب الخبزة ونحطها هنا وراح نلوثها بالصلصة. تعرفون المونة شلون تصير طيبة هنا؟ شوفوا، راح نخليها فوق الدجاج. وهنا عندي طماطم وبصل مشويات، وعندنا بعد دجاجيك. وهاي هي النتيجة النهائية لوصفة اليوم، ان شاء الله يا رب تعجبكم. طبعا الطعم والله العظيم مو لان انا سويته، بس الطعم خرافي، والشكل همات روعة. وسووا وياها مقبلات الوان، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ونلتقي بفيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة.